قبل ما نواصل معك نقترح عليك وعلى المشاهدين أيضا نتابعوا بعض الشهادات اللي طبعا حاولنا نطرح فيها الأسئلة المرتبطة بالتبرع بالدم على المواطنات والمواطنين. كاينين مبادرات جمعويه اللي كانت بخصوص التبرع بالدم، ولكن خاص تضافر الجهود، يعني خاص القيام بحملات تحسيسيه سواء كانت ميدانيه ولا كانت الكترونيه باش الناس تحس بديك الاهميه ويحسوا بالناس اللي محتاجين للدم ديالنا. التبرع بالدم ثقافه خاصها تكون عندنا كاملين، انا ولا انت نقدوا حياة بزاف ديال الناس الا كنا كنتبرعوا بشكل دوري ومستمر، وهاد الثقافه هذه كتنفعنا حنا بالاحرى كمتبرعين، اننا كتخلينا نكشفوا على امراض ولا فيروسات تقدر تكون عندنا. انا الحمد لله كان في ما كانت شي حمله كنكون سباق انا والاصدقاء ديالي اننا نتبرعوا، ونتمنى كلكم تكون عندكم هاد الثقافه هذه وتربيوا ولادكم عليها. انك غتمشي تبرع راه كتعاودها 48 ساعه ومفيد لك حتى الصحه ديالك، هذاك الشيء اللي غتبرع به واخا قرا عاد الدمعه شويه غادي تعاون به واحد الحياه ديال الانسان اخر، واحد الانسان اللي محتاج ليه، واحد الانسان اللي ما عرفش كيفاش الحاله ديالو كيفاش غتكون، انت ما كتعرفوش كاع. بالنسبه للتبرع بالدم في المغرب بدا كينتشر وبدا كيعرف واحد التوسع كبير، والشباب بدا كيوعى وعرفوا باهميه التبرع بالدم حيت الناس كيحتاجوا الدم، وحنا كشباب خاصنا نبادروا وتكون عندنا واحد المبادره كبيره باش نعطيو الدم ديالنا باش ناس وارواح اخرين يتعتقوا من امراض عديده. وصراحه انا من الناس اللي كنتبرع من الدم جوج المرات في السنه.